هذه الأثناء من برنامجنا نتحدث فيها عن متحور أوميكرون من خلال تواصلنا إن شاء الله مع منظمة الصحة العالمية. سيكون معنا الآن عبر الاتصال المرئي الدكتور أمجد الخولي استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط. أهلا وسهلا بك دكتور أمجد. أهلا وسهلا بك وكل متابعينك من الشريف. يا مرحبا وسهلا فيك. يا مرحبا وسهلا فيك دكتور، سعيد بالتواصل معك. أشغلنا وأتبعنا وأتعبنا وأقلقنا متحور أوميكرون، فما هي آخر مستجداته دكتور؟ طيب، هو في البداية لازم نعيد كل مرة أن الفيروسات تتحول بشكل مستمر. أوميكرون ليس هو التحور الأول ولن يكون الأخير، لابد أن نعلم هذا. التحولات بنقسمها الى نوعين من التحولات. تحولات بسيطه طفيفه ما بتغيرش سلوك الفيروس. سلوك الفيروس بنعني به سرعه انتشاره، الاعراض الكلينيكيه، خطورته وشدته، استجابته للعلاجات المعروفه وبروتوكولات العلاج المتبعه وفعاليه اللقاحات تبعا. وبالتالي اي تغير في هذه السلوكيات بنخضع هذا التغير او التحول الى فئه بتسمى تحورات مثيرة للقلق. مثيرة للقلق ليس معناها أنها تحورات خطيرة، ولكن بتستلزم مزيد من البحث ومزيد من المتابعة لأن الفيروس سلوكه تغير. أوميكرون كان آخر هذه التحورات. لدينا حاليا 5 تحورات مثيرة للقلق، بدأت بألفا، بيتا، جاما، ثم دلتا، وأخيرا أوميكرون. أوميكرون الشواهد اللي موجودة حتى الآن أو البيانات اللي متاعة حتى الآن بتقول إنه في زيادة، بيزيد بشكل كبير، بينتشر بسهولة أكثر بكثير من التحورات السابقة. ده بجانب، فبالتالي لابد من التزام الحيطة أكثر، التزام الإجراءات الاحترازية بشكل أكثر تشددا. لكن في المقابل مهم جدا أن البيانات برضو حتى الآن بتقول إنه الأعراض بسببها ممكن ليست بنفس الخطورة أو الشدة كسابقين ما تحول سابقا. وبالتالي نحن بنواجه تحور بينتشر بشكل سريع، ولكن الأعراض أقل حدة، الوفيات أقل بكثير. ولكن مرة أخرى نحن نتكلم على تحور ظهر في 10 أيام الأخيرة السابقة، وبالتالي قد تتغير صورتنا لهذا التحور أو المعلومات المتاحة بناء على التطورات التي سنشهدها خلال الأيام القادمة إن شاء الله. الدكتور، الجانب الأكثر قلقا حقيقة الذي أشغل العالم هو مدى استجابة اللقاحات مع المتحور الجديد، فما هي مدى هذه الاستجابة؟ حتى الآن لا يوجد أي دليل أن هذا اللقاح، أن هذا المتحول لا يستجيب للقاحات. بالعكس، كل المعلومات بتؤكد أن اللقاحات فعالة. ده جزء مهم لابد من طمأنة العالم كله. الجزء الآخر أنه في حالة سواء كان هذا المتحور مكرا أو متحور آخر، لابد أن نعي أننا أصبح لدينا من الخبرات والعلم خلال العامين الماضيين منذ بداية الجائحة ما يتيح سرعة تطوير وتحديث اللقاح بشكل متسارع. حتى الآن هناك حوالي 38 دولة بلغت عن وجود مكرا داخلها، وبالطبع الرقم قابل للزيادة بشكل متسارع. لكن حتى هذه اللحظة ما زال المتحور دلتا هو الأكثر انتشارا، الأكثر حدوثا، وهو بيستجيب بشكل كبير جدا إلى اللقاحات. كم ذكرت دكتور؟ 38 دولة أو كم؟ مظبوط، 38 دولة حتى أمس. بالطبع الرقم قابل للزيادة، ومتوقع طبعا زيادة خلال الأيام القادمة. نعم دكتور، ماذا عن الدول التي تبلغ فيها نسبة التطعيمات بجرعتين نسب متقدمة؟ هل تم رصد أعداد كبيرة مثلا ممن أصيبوا كانوا من المطعمين، أم أن المطعمين كانوا في حماية جيدة من هذا المتحور؟ طيب، خلينا الأول بس نؤكد أن لا يوجد تطعيم أو لقاح على مستوى العالم سواء لكوفيد 19 أو لأي مرض يعطي مناعة 100%. اللقاح بيعطي مناعة مرتفعة يحمي الشخص أن يصاب بالمرض، ولكن دائما هناك نسبة ما بين الذين تلقوا اللقاح قد يصابوا بالمرض. وهذا ما يحدث في كوفيد 19 بكل تحولات. وبالتالي وارد جدا أن يكون هناك ما بين المصابين بتحول أوميكرون أو أي تحول آخر يكون من بين الذين تلقوا اللقاح سواء جرعة واحدة أو جرعتين. ولكن ما يهمنا هو نسبة هؤلاء
الذين تلقوا اللقاح واصيبوا بمرض كوفيد 19 اي متحور مقارنه بغيرهم ممن لم يتلقوا اللقاح. الحقيقه الشهادات تؤكد فعاليه اللقاحات سواء اوميكرون او غيره من التحورات الاخرى حتى هذه اللحظه، ولكن من الاهم ان اللقاحات بتحمي بدرجه كبيره من الاصابه. الجزء الاخر الاكثر اهميه انه اللقاحات بتحمي بدرجه كبيره جدا من تطور الاعراض وصول الحالة إلى مرحلة متقدمة خطيرة تستدعي دخول المشافي، استخدام أجهزة التنفس الصناعي، دخول العناية الفائقة أو الوفاة. معدلات الوفاة بتقل بنسبة تفوق 95% بين الذين تلقوا اللقاح مقارنة بغيرهم ممن لم يتلقوا اللقاح. وبالتالي اللقاح فعال إذا لم يحمي بدرجة كبيرة من الإصابة فإنه بيحمي بنسبة تتعدى 95% من وجود مضاعفات تؤدي إلى الوفاة. نعم دكتور أمجد، ذهبت بعض الدول إلى الجرعة الثالثة سواء لفئات معينة أو لمن أكمل 8 أشهر من الجرعة الثانية. هل هذا أمر الحاجة إلى جرعة ثالثة بعد حوالي 8 أشهر، هل هو أمر مفاجئ بالنسبة لكم في منظمة الصحة العالمية إنه هذه اللقاحات لم تعمل بكفاءة عالية لمدة طويلة، أم أن هذا الأمر الطبيعي أصلا؟ لا، هو مبدئيا ليس هناك مفاجأة في العلم، وخاصة لما بنتحدث عن مرض جديد ولقاحات جديدة، وبالتالي لم يتم متابعتها لمدة زمنية طويلة، ووارد جدا أن يكون في انخفاض في معدلات الحماية مع مرور الوقت، وده شيء متوقع. ولكن حتى الآن لم يثبت أن بعد مرور 6 أشهر أو 8 أشهر تقل درجة المناعة، ولكن دائما ما ننصح أنه الجرعة الثالثة يجب توفيرها للأشخاص الذين لم يكونوا أجسام مضادة أو جهاز المناعة لديهم في مشكلة ما، ضعف في جهاز المناعة إما بسبب مرض أو بسبب أدوية معينة مثبطة لجهاز المناعة، ده غالبا بيحتاجوا جرعة ثالثة. لكن غالبية البشر لا، حتى الآن ثبت أنه لديهم من الأجسام المناعية ما تحميهم بالرغم من مرور 6 أشهر و8 أشهر. حتى الآن اللقاحات فعالة. في بعض الدول اتخذت الجرعة الثالثة كنوع من أنواع الإجراءات الإحترازية، ولكن حتى الآن لا يوجد دليل علمي أن الكل سيحتاج إلى جرعة ثالثة بعد مرور 6 أشهر و8 أشهر من اللقاح. هل المؤشرات المبدئية دكتور تشير إلى أنه أخذ التطعيمات ربما يكون بشكل دوري سنويا كل سنتين؟ قد يكون ده احد السيناريوهات المحتمله. احنا حاليا ما زلنا في منتصف الجائحه، نتمنى ان تكون في النصف الاخير او قربنا على انتهاء منها، ولكن ما زلنا في الجائحه. سوف ستنتهي الجائحه، هل ستنتهي باختفاء الفيروس؟ بالطبع ده سيناريو ليس قوي شديد، قد تستمر تتحول كوفيد 19 الى مرض موسمي كالانفلونزا، وبالتالي يستدعي اللقاحات قد تكون سنويه او كل سنتين او كل 5 سنوات، او تكون محصوره كلقاح الانفلونزا. لقاح الانفلونزا لا ينصح به للعامه، ينصح به فقط لذوي المشاكل الصحيه، ذوي الخطوره العاليه ان يكون لهم مضاعفات او الكوادر الطبيه. فحتى الان لا يوجد عده سيناريوهات، كل السيناريوهات بنعمل فيها، بنستعد لكل السيناريوهات وننتظر حسب الايام ان شاء الله ما تصبر. لا يخفى عليك دكتور أمجد أن أوميكرون أثار تساؤلات كثيرة حول العالم عن يعني تسييس هذه الجائحة، يعني رغم أن العالم قطع مشوار طويل في مسألة التطعيمات، وفي بعض الدول وأضرب مثال هنا عندنا في السلطنة يمكن بلغت نسبة التطعيمات بجرعتين أكثر عن 85% و90%. فبالتالي عدنا مرة أخرى لمسألة منع السفر عن بعض الوجهات، تشديد الإجراءات، البعض أصبح قلق حتى من الإغلاقات، فما هو كذلك ردك أو تفسيرك لما يثار خاصة مع ظهور كذلك بعض الدول أنها بدأت في الجرعة الثالثة، فالبعض بدأ يرى أن العملية عملية ربما تكون تجارية وربما تكون لصالح شركات الأدوية والتطعيمات وغيرها، وهذا لا يخفى عليك. طب اسمح لي في البدايه احب احيي ما تكون به سلطنه عمان. حضرتك اشرت الى النسب المرتفعه في التطعيمات واستخدام اللقاحات، والحقيقه ده جزء بسيط مما تقوم به سلطنه عمان منذ بدايه الجائحه وحتى الان في تطبيق اجراءات احترازيه وبروتوكولات علاج وتوعيه صحيه. الحقيقه ما تقوم به هو امر رائد، سواء ليس فقط على منطقه شرق المتوسط ولكن على مستوى العالم، وبالتالي
اتخذ هذه الفرصه تحيه سلطات عمان شعبا وحكومه عما تقوم به من اجراءات لمنع انتشار الجائحه. على الجانب الاخر، هل هي عمليه مسيسه؟ الحقيقه من الصعب جدا القول ان هي مسيسه، لكن قد تتخذ بعض الدول اجراءات اكثر حده اكثر شده اكثر مما هو مطلوب. المنظمه العالميه لم توصي بشكل او باخر من عمليه الاغلاق، بالعكس عمليه الاغلاق ثبت انها لم تنجح مطلقا، سواء في منع وصول الجائحه لاي دوله، في منع وصول اي متحول لاي دوله. الجائحه اصابت العالم اجمع، لا توجد دوله حاليا لا يوجد بها جائحه. معظم دول العالم ابلغت عن معظم التحورات، على الاقل تحور واحد من الخمس تحورات المثيره للقلق، على الاقل تحور واحد في كل دوله، وفي دول لديها الخمس تحورات برغم عمليات الاغلاق المسبقه. وبالتالي عمليات الاغلاق قد تكون هي اجراءات اكثر شده اكثر صرامه، وغالبا لن تستمر مده طويله، لانه من الصعب جدا وقف انتشار هذا التحور، المرض اللي ينتقل بشكل سهل. وبالتالي الهم هو اتخاذ اجراءات احترازيه داخليه او تقويه انظمه ترصد، اكتشاف سريع، معالجه حالات، عزل الحالات. الوعي الصحي والوعي المجتمعي، حقيقه الوعي الصحي والوعي المجتمعي ممكن يلعب دور كبير جدا في وقف انتشار هذا المرض. بالاضافه بالطبع الجانب الاكثر اهميه هو مساعده الدول الاقل حظا في اللقاحات وتوفير لقاحات. منذ البدايه ونحن نقول الجمله الاكثر شهره من المنظمه الصحيه العالميه، لا احد بمأمن حتى يكون الجميع بمأمن. وبالتالي وجود نسب تغطيه عاليه في بعض الدول وخصوصا الدول الاوروبيه وامريكا لن يعفيها من او لن يجعلها في مأمن، والمرض ينتشر في دول اخرى كدول القاره الافريقيه بسبب عدم وجود التعماد. انتشار المرض بالضروره سيؤدي الى تحورات، والتحورات لا نعلم مداها. دائما لما نتحدث عن فيروس وتحوراته احنا بنتحدث عن كما يقال في المثل فيل في غرفه خزف، لا يمكن تصور سلوكه، لا يمكن تصور التحول القادم سيكون شكله وطبيعته والتعامل معاه ازاي. وبالتالي لابد ان يتضامن العالم. دي اعتقد اوميكرون يعتبر ناقوس خطر للعالم كله، ليست هناك دوله بمفردها، لن تنجح دوله بمفردها، لابد ان تتضافر جهود العالم وتقف جنبا الى جنب. مره اخرى تقويه انظمه الدول، الوعي المجتمعي هو المفتاح الاساسي لوقف انتشار المرض. نعم دكتور أمجد، القراءات الحالية يعني ختاما لهذه المقابلة، هل تشير إلى يعني نحو السيطرة على أوميكرون، ولا لازلنا في مرحلة يعني خطيرة نوعا ما إلى الآن؟ الأوميكرون قد ينتشر، ولكن انتشاره سيكون كأعداد، ولكن في الغالب لن يؤدي إلى موجة شديدة عنيفة تؤثر على المؤسسات الصحية كما شاهدنا في بدايات الجائحة. أصبح لدينا خبرات كبيرة، أصبح هناك وسائل ثبت فعاليتها ونجاحها في كل مجتمع وكل دولة، كل دولة قادرة على تطبيقها وتنفيذها. وبالتالي ليس من المتوقع مواجهة موجة شديدة عنيفة تؤثر على المؤسسات الصحية، تنهار أمامها مؤسسات الدولة، ولكن قد يكون هناك بعض زيادة في الحالات، قد يكون هناك إبلاغ عن أوميكرون بشكل كبير أو عدد كبير من الدول قد تبلغ عنه. ولكن مرة أخرى ليس معنى أي تحول مثير للقلق أنه بالضرورة يثير الزعف. مثير للقلق معناه مثير أنه نلتزم أكثر بالإجراءات الاحترازية، لا داعي للزعف، حتى الآن المؤشرات جيدة، ولكن هو سريع الانتشار، ينتشر بشكل. شكرا جزيلا لك دكتور أمجد، ودائما بإذن الله نسمع منك الأخبار الطيبة. شكرا، وشرفت دائما التواجد معكم. شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات.